كنت الاول في الثانويه العامه، شفت في السي في بتاع حضرتك، وانا كنت الاخير في الثانويه العامه. دي شهاده انا ما قدرتش احصل عليها. ما حصلتش على الثانويه العامه؟ ما حصلتش على الثانويه العامه، وخارج ساقط ثانويه عامه والحمد لله. وانا فخور بذلك. الحمد لله. لان طبعا طبعا لان حضرتك انا بشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات في العالم كله، حضرتك على مدى تقريبا 4 سنين دلوقتي. من غير ما تحصل على الثانويه العامه. وعشان هم محتاجين هذا المنطق. محتاجين الفريم اللي خارج عن الفريم الاكاديمي اللي بيوريهم الجايد لاين ازاي ننمي الجامعات وازاي ننمي الفكر وازاي ننمي الـ وانا لسه حضرتك من قيمه كام يوم استقبلني سكرتير عام هيئه الامم المتحده في مكتبه في نيويورك، بينما انا كنت بغير الطياره في نيويورك، واستقبلني في مكتبه رسميا مع رئيس الاتحاد، وده كان شرف كبير ليا. وفي الاخر انا بقول حتى ان انا كنت راجل بيعتبروني راجل دولي، لكن انا راجل مصري، اتولدت على ارض مصر، خرجت من مصر لما تعينوني سفير للعلاقات التاريخيه للدول الشرق الاوسط والدول العربيه، وقفت في احتفال حضره 500 شخص، الحكومه هي اللي عامله الاحتفال، وكان حضره عائله مالكه الدنماركيه، وقلت خرجت من مصر بلا نقود وبلا شهادات وبلا لغات، ولكن تمسكت بتقاليدي وعاداتي التي انتمي اليها والتي تربيت عليها، ولا ذلك اقف امامكم الان. يعني اخترتوني عشان تمسكت بتقاليدي وعاداتي. فحضرتك احنا ينقصنا في التعليم، لو رجعت لكلمه التعليم، ينقصنا التعليم الفني. حضرتك احنا ما احنا بنتكلم كل يوم عن الميه وسد اثيوبيا. ما فيش حنفيه في مصر ما بتغرش. ما فيش حنفيه، ما عنديش سباك في مصر على مستوى فني عالمي، لكن عندي مهندسين مئات الالاف الكفرة. ما عنديش كهربائي على مستوى العالمي او الدولي. تغاضينا عن التعليم الفني واتجهنا الى التعليم الجامعي، بينما الكهربائي في الخارج والنجار والسباك بنجيبهم هنا مديرين شركات كبار، وبنعتبرهم خبراء اجانب، مش هنا بس، في العالم كله، لانهم اتعلموا فنيا. الكهربائي في الخارج حضرتك بيغير لمبه، وممكن يرسم محطه كهرباء ويدير محطه كهرباء. نفس الشخص. نفس الشخص. ده على مستوى التعليم اللي موجود في بعض الدول، متجهز مش في جنوب اوروبا لكن في شمال اوروبا. حضرتك هنا الكهربائي ممكن مع احترامي لوظيفته، لكن هو علمه ما وصلوش الا كده، يغير لمبه ويلضم سلكين، ممكن السلكين دول يعملوا له حريق. فاحنا ينقصنا التعليم الفني على مستوى دولي. ينقصنا ان التعليم الفني هو اصبح عوره، ان الانسان لما بيتعلم فني ما يروحش، بعض العائلات ما بترضاش بيه، ما ترضاش يتجوز جوازه كويسه، انه لازم يبقى دكتور ولازم يبقى خريج جامعه ولازم يبقى شهاده. وانا بقول الشهادات دي ممكن الواحد يعلقها على سريره ويبقى مبسوط بيها، لان انا اثبت شخصيا والحمد لله. وده ان حضرتك، يعني انا هقول كلمه بسيطه، لما اختاروني رئيس مجلس المستشارين للاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات كانت مفاجاه ليا، كان 40 دوله موجوده. قمت حضرتك مش عارف اقول ايه، خدت الميكروفون وقلت لهم اثبتتم بهذا بتعييني هذا ان الشهادات والابحاث والاناليسيز اللي هي التحاليل العلميه والامتحانات والاكزامن لا يمكن ان تصل، او التعليم الجامعي لا يمكن ان تصل الى اهدافها بدون الخبره التي انا امثلها، لان انا لا امثل غير الخبره والمنطق، ولانني لم احصل على الشهاده الثانويه عامه. فلما قلت كلمة أما أحصل على شهادة ثانوية، هم ما كانوش يعرفوا، لأن أنا عندي عدة دكتوراهات فخرية ومكتوب على كارتي الدكتور كده. فحصل هجوم بعد كده، قاموا سقفوا لمدة 3 دقايق، لأن هم ما كانوش يعرفوا. فحضرتك الموضوع مش موضوع شهادات، موضوع علم بتنفذه، مش موضوع إن إحنا نقعد نتباحث ونتناقش هنعمل إيه. احنا مش محتاجين حضرتك خطه خمسيه وخطه 10 سنين، احنا محتاجين خطط اسبوعيه وخطط شهريه، بحيث ان الشعب المصري يشعر والعالم يشعر ان احنا قادرين على تنميه نفسنا زي دول اخرى ما اتنمت.
دكتور عنان الجلالي باب حكم الدكتوراه الفخريه اللي عند حضرتك. هستأذنك نطلع فاصل وبعدين ارجع اسالك سؤال يتعلق بماذا تفعل لو كنت لا قدر الله رئيس الوزراء، ايه مجموعه الاجراءات تتخذها علشان تساعد البلد دي تمشي خطوتين ثلاثه لقدام. بعد الفاصل، بعد الفاصل حضراتكم نكمل نقاشنا مع الدكتور عنان الجلالي احد رجال الاعمال المصريين في الخارج.